في لبنان قد أصبح للأبجدية عيد، والاحتفال يجري اليوم في جبيل موطن قدموس، والمحتفلون هم أحفاده الميامين الذين يستعيدون دورها الثقافي. أيها الشابات والشبان، أنتم الغد، أنتم كهذا النهر الهادر يؤكد في كل مرة وجوده ونعمه وخيراته وقوته. لقد دعوتكم منذ خطاب القسم إلى مشاركتكم الحسيسة والفاعلة في إيجاد الحلول لبناء الوطن، وهو لا يبنى إلا بشباب ينفض عنه موروثات خاطئة وتعقيدات وأوهام وهواجس، شباب يتجاوز الغرائز والعصبيات. إنني أدعوكم إلى أن تتحد قواكم فيتألق الوطن. عليكم أن تخطوا طريقا يوصل إلى أحلامكم. إن مشكلات الجيل الشاب هي نفسها في كل لبنان. وحدكم القادرون على اجتياز الصعاب بثبات وعلم ومعرفة. أزيلوا الحواجز الوهمية التي ما وضعت يوما إلا لتتباعدوا ويخسر الوطن. اطردوا بحضوركم شياطين الجهل والتفرقة ليبقى لبنان مصاما مهابا لتحافظوا عليه وتحفظ كرامتكم. إن ثروة لبنان بطاقاته الشبابية خولته لعب دور رائد في العالم العربي والدولي، وأنتم مؤتمنون على هذا الدور. ولعل إقرار الخطة الخمسية لتطوير قطاع التعليم سيساهم بحل المشكلات التي تواجه التربية والتعليم عبر تطوير المناهج لرفع التحصيل الأكاديمي، ويترافق ذلك مع تحديث العمل الإداري والنظام التربوي ومؤهلات الجهاز التعليمي وكل ما يمت بصلة لناحية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن لبنان الذي عاش فترة مريرة من تاريخه حافظ إلى حد كبير على الالتزام بالمعايير العلمية في محيطه الشرقي كما في العالم الغربي، وعمل على مواكبة حسيسة وإن كانت في بعض الأحيان شاقة للسير نحو الأفضل في المجالات التربوية أداء وممارسة. وهنا لا يسعني إلا أن أنوه بدور المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، وبدور الجامعات ومعاهد التعليم العالي. فالجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة تسير جنبا إلى جنب في ركاب التحديث والتطور، والمعهد الوطني للفنون والمهن نعم عمل على توفير مساحة معينة له ضمن منظومة المعاهد العليا في لبنان، وذلك بإنشاء فروع له في عدد من المدن. والتعاون الجامعي بين لبنان وفرنسا ليس بجديد، وتبرز أهمية هذا المركز في ناحيتين أساسيتين. الأولى أنه يدار في إطار شراكة من قبل الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني، والثانية دوره الفاعل في التربية العلمية التخصصية والأبحاث ومستوى الشهادة اللبنانية الفرنسية التي يمنحها. وإنني اليوم أتوجه بالتهنئة إلى القيمين عليه إدارة وأساتذة، مشددا عليهم وضع كل إمكاناتهم لتحقيق النتائج المرجوة للطلاب ليستفيدوا من الجهود المبذولة. وأتوجه بالشكر لجامعة كنام العالمية بشخص رئيسها الحاضر بيننا مسيو كريستيان فورستيه. كما أنني أنوه بالجهد الذي بذله مجلس إدارة كنام في لبنان ورئيسه، وبخاصة المدير العام الدكتور ليس هاشم، علما أن هذا المشروع التربوي لم يكن ليرى النور لولا المبادرة الشجاعة التي اتخذها مجلس بلدية نهر إبراهيم ورئيسه السيد طوني مطر.
أيها السادة، إنني أعلم ما يقلقكم ويقلقني، ألا وهو توفير فرص العمل كي لا تكون الشهادات عبئاً، ولكي يستفيد الوطن من علمكم واختصاصاتكم. وأعلم في الوقت نفسه أن هذه المهمة تستلزم تعاون الجميع، بدءاً من الحكومة وهي أولت في بيانها الوزاري اهتماماً بهذا الشأن، إذ أكدت عنايتها بالجيل الشاب من خلال تطوير البرامج والأبحاث التعليمية ومؤازرة الهيئة الوطنية لدعم الجودة في قطاعي التعليم العالي العام والخاص، مروراً بتلقف الطلاب وإدراكهم. وهذه الخطط ينبغي أن تلاقيها إرادة عند أصحاب المال والمشاريع والمؤسسات لخلق مناخات أفضل لتوفير العمل الكريم والمنتج. ولعل رحلة التنقيب عن النفط والغاز، والتي سترافقها استثمارات في البنى التحتية، تفتح آفاقاً واعدة وفرص عمل عديدة. لم يعد جائزاً أن يحزم الشباب حقائبه بحثاً عن عيش كريم. ومن المعيب علينا أيضاً أن نغفل عن قضاياهم ومشاكلهم ومستقبلهم، فننشغل بما يحيطنا ونهمل ما يدور عندنا. أطلقها تنبيهاً وتذكيراً أنهم مستقبل الوطن وسر ديمومته، فلنعمل لهم لنحافظ على بلدنا. كل ذلك على أسس وثوابت أساسية يرتكز إليها تطوير قطاع التعليم، وهي حرية التعلم والعمل على تأمينه للجميع، واستمرار الانفتاح الثقافي الذي شكل ويشكل فرادة التركيبة اللبنانية. أنتم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة الفاعلة فيما نحن عازمون على تحقيقه. وفي الطليعة اللامركزية الإدارية الموسعة وفق ما أجمع عليه اللبنانيون في وثيقة الطائف. إن مساهمة كل فرد منكم من شأنها تحقيق ما نخطط له. ولعل أهم ميزات اللامركزية الإدارية هو رفع الإهمال، إن لم نقل الحرمان، عن مناطق متعددة من لبنان لأجل إنصافها، وذلك بتأمين المستلزمات. فما نقوم به حق من حقوق الوطن علينا. تستطيع الجماعة في كل منطقة استثمار خيراتها والإفادة من طاقاتها وخبراتها، فيتوقف النزوح إلى المدن وتنتعش المناطق بإشراف مجالس محلية تتمتع بصلاحيات واسعة لأجل الإنماء وتسهيل أعمال المواطنين. أيها الأحباء، ما دفعني إلى طرق هذا الموضوع المهم هو ما عينته في قضاء جواد من مؤشر اقتصادي تصاعدي يدل إلى تجاوب المواطنين كل في موقعه وتحرك المستثمرين، وذلك بعدما باشرنا إزالة ما تراكم من غبار الحرمان. نحن نشهد مع فعاليات وسياسيين وبلديات وتجمعات وهيئات إنمائية واجتماعية، إضافة إلى دعم من مؤسسات عربية ودولية واهتمام مباشر منا لتلبية أبسط حقوق هذه المنطقة من بنى تحتية لم تكن موجودة أصلاً، وطرقات لم تحمل سوى الاسم لتصبح شبكة مواصلات برية تعزز التواصل السهل والآمن بين البلدات والقرى حتى ما بين مقامات القديسين في جبيل والبترول. تعالوا نؤسس معاً شبكات تواصل وإيمان وأمان تحمي شاباتنا وشبابنا. شبكة تواصل بين الساحل والجبل، بين الطوائف المتنوعة التي ينعم بها لبنان وجبيل. فنحل المشكلة فلاسة وفقاً للقانون ومقتضيات العيش الواحد. شبكة إيمان
تصل بكركي بسيدة إليج، بحديقة البطاركة في الدمام، كما تصل محبسة القديس شربي، بمنزل الطباوي إصفان نعمة، بالقديس رفقة والأب معنطلة الحرديني، وبوادي القديسين في قنوبين. فتبقى نعم الله تظلل هذه البقعة وتنبت فيها بطاركة ورؤساء رهبانيات وقديسين، قادة ووزراء ونوابا متنورين، رجال فكر وفن وعلم وأدب، جهابزة عدل وقانون ودستور. تعالوا نبني شبكة أمان عمادها الجيش اللبناني، تحمي لبنان وجنوبه وبحره وجبله وجبيله. وسد جنة للمياه، سنلتقي قريبا معكم لإطلاقه ضمن خطة السدود. وكلية للجامعة اللبنانية، وقريبا مستشفى حكومي يلبي احتياجات القاطنين في الجبال، وسبحة من المشاريع من مدرسة نموذجية مكتملة المراحل إلى مركز للنشاطات الرياضية والثقافية وغيرها. إنها مناسبة اليوم لكي أؤكد أننا ولم ندخر جهدا في كل لبنان لدعم عملية الإنماء الشامل. أيها الشابات والشباب، غدا ستنهضون بلبنان وستكون لكم المسؤولية، لكن عليكم منذ الآن أن لا تعملوا إلا على قاعدة وطنية بعيدا عن الاصطفاف المذهبي والشعارات الجوفاء. إننا نعمل لقانون انتخابي تتمثل فيه أطيافكم، قانون تعتمده الدول الديمقراطية المتقدمة، وأدعوكم إلى تفعيل النقاش حول ما يطرح وحول الصيغ الأفضل، لتشاركوا فعلا في إرساء مفهوم جديد لدور المواطن وتفاعله في كل القضايا السياسية والاجتماعية التي تهم بلدنا. قانون انتخاب يسمح لكم بخيارات بعيدة عن الشعارات الوهمية ومرتكزة إلى الواقعية والمصلحة الوطنية. قانون يسمح لكم بطرد تجار الهيكل. لن يحرص أحد على وطنكم حرصكم عليه، ولن يحفظه شيء سوى تكافلكم واتحادكم. أنتم الأمل والعلم والقوة، أركان ثلاثة تقوم عليها الأوطان. عليكم الانخراط في ورشة البناء وأن تكونوا رأس حربة في أي استحقاق. كونوا صوت الحق يعلو ليرجح وسواعد تعمل لتنجح. إنكم ورثة مجد ومؤتمنون على مستقبل الوطن، فكونوا على قدر الأمانة وإنكم لقادرون. عشتم عشرة. أتوجه إلى رئيس بلدية نهر إبراهيم الأستاذ توني مطر للحضور إلى المسرح ليسلم الدرع التذكاري لفخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل سليمان. Permettez-moi de demander à professeur Forestier à se joindre à nous pour remettre à son excellence le président de la République libanaise la médaille de la part du CNAM. بعد خمس دقائق سنتحول إلى الطابق الأول لشرب نخبة المناسبة. أهلا وسهلا.